في آخر بقى فقرة معانا أصغر لاعبة في منافسات الكاراتيه النسخة الحالية، حققت العديد من البطولات والألقاب وشاركت كمان في منافسات الكاتا جماعي أنسات. هي كمان بتحب الشعر، يعني عندها تاتش فني كده كمان بجانب أنها رياضية يعني عظيمة أو كبيرة. خلينا نرحب بتقى هشام لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه. صباح الخير يا تقى، نورانا. وتقى داخل علينا بالقصة اللي استخيلت أنها لاعبة جمباز إيقاعي بالي مائي، طلع كاراتيه وكاتا وبطولات وحاجات كبيره جدا. اشمعنى الكاراتيه؟ والله هو زي اي طفل كده في النادي، شبت في اللعبه كده لوحدي وانا صغيره، يعني ما جربتش اي حاجه وانا صغيره، ولا سباحه ولا زي ما بيعملوا دلوقتي. وانا صغيره شفت اللعبه عايز اشترك. كنت بتضربي اصحابك او حاجه؟ لا لا خالص، والله انا طيبه جدا. باين عليك على فكره، عشان كده يمكن احنا مستغربين شويه. اشتركت بقى فيها، وبعدين المشوار بقى بدا واحده واحده، المدربين تلاحظ ان انا مميزه، بقيت اجيب بطولات جمهوريه، اخش المنتخب. الحمد لله ربنا كرمني، بقيت اسافر بطولات عالم وافريقيا ودورات العاب. ما شاء الله ما شاء الله. ولسه بقى مكملين ان شاء الله. برافو عليك يا تقى بجد، احنا بنهزر معاكي طبعا. لا بجد انا مبسوطه بيكي جدا. وخليني بقى اروح معاكي كده لتفاصيل اكتر الرياضه، يعني انت شايفه مستوانا في الاهلي لحد دلوقتي ايه من وجهه نظرك؟ ايه اللي بينقص؟ ايه اللي بيميزنا عن مثلا نوادي اخرى؟ وازاي كمان فكره هنا ان احنا عالميا ناخد مراتب اعلى؟ يعني عايز اعرف كمان، معلش هو سؤال مركب شويه، بس ايه اكتر الدول اللي هي واصله لرانكينجز كبيره في اللعبه دي؟ هو عامه اكتر الدول اللي واصل رانك نمبر 1 يعني هي اليابان، يعني هي اساس اللعبه فيها. صحيح. اليابان، واحنا برضو واخدين وضعنا برضو في بطولات بره، يعني احنا لما بنسافر بره بطولات دوليه يعني اسمنا بيبقى واخد وضعه كويس. يعني احنا لاعب مصر الماتش ده تقيل. بالنسبة بقى النادي الأهلي طبعا، هو اللي يميزه الإدارة القوية بتاعته، إن إحنا دايما يعني زي ما بيقولوا كده يد واحدة، يعني دايما نبقى في مركب واحدة، هنكسب كلنا هنخسر كلنا. صح. مفيش حد بيأثر في أي حاجة عشان المنظومة تكتمل يعني تعلى. برافو عليك. صح. بس هو ده والجمهور بقى نتيجة. لا والجمهور طبعا. طب كلمينا بقى عن يعني الاستعدادات وتصفيات بطولة العالم. هي بطولة العالم اللي انا لعبتها كانت 2017. كان ساعتها الاستعدادات كنا معسكرين دايما في المنتخب، 3 تمرينات في اليوم مثلا. ممكن نصحى الفجر نروح نجري في الرملة، بعد الظهر عندنا مثلا تمرين كاتا، ممكن نديها تمرينتين تاني بالليل. يعني كنا بنتمرن اكتر حوالي 8 ساعات في اليوم. وكانت اقامه بقى كل التيم قاعد مع في نفس المكان عشان ما نفصلش طبعا. والدراسه برضو كنا بنحاول نوفق بين الحاجتين، يعني عشان ما يبقاش في تاثير، كنا ساعتها في الدراسه يعني. مهمه مش سهله برضو، بالذات لما يكون التمرينات كتير بالشكل ده ومكثفه للدرجه دي. ايوه، هي مسؤوليه كبيره قوي على اللعيبه وعلى المدربين وعلى المنظومه كلها. الموضوع يعني بيبقى نفسيا وبدنيا وكل حاجه، بس الدنيا بتمشي يعني وربنا بيسهلها. ليه اوقات الناس بتعتقد ان العاب مش القوه دي، هي رياضات الدفاع عن النفس تحديدا اللي منها الكاراتيه، بتبقى الى حد ما انعكاس ان شخصيه اللاعب او اللاعبه دول ممكن تكون شويه عنيفه؟ مع ان انا شايفه وشفنا انا وكريم برضو ضيوف كتير لا يعني بالعكس ما اثبتوش النظريه دي، اثبتوا العكس. بس انت من وجهه نظرك يعني هل فعلا بتاثر عليكي؟ هل فعلا فرقت في شخصيتك شويه الرياضه دي؟ هي ممكن تكون فرقت في شخصيتي في ان مثلا الرياضه بتعلم الانسان يبقى يعرف يتعامل مع الناس بطريقه كويسه، مع المدربين، مع الناس اللي حواليه، يتعامل بطريقه مهذبه. يعني هي بحسها كده يعني خليتك اكتر هدوءا مش عنفا. لا انا اي حد مثلا يشوفني بتلعبي كاراتيه هتضربيني، انا هقول مش هضربك. بالمناسبه مفيش مره لجأتي الموقف زي كده؟ لا، موقف في الحياه العاديه حد مثلا ضايقك، حد عاكس؟ لا ما تقوليش لا يا لا والله لغايه دلوقتي مفيش اي موقف. ما اتخانقتيش في حياتك خالص؟ لا لا والله رياضه، يعني اي مثلا بلعب كاراتيه مش معنى كده ان انا هبقى عنيفه وهضربك. لا بس احنا بنتكلم في اطار دفاع عن النفس، مش بنتكلم في ان انت بتفتري على الناس. يعني حد ضايقك جيتي ظرفاه كاتا وقف، يعني فاهم قصدي؟ ايوه. لا هو التمرين، يعني مثلا انا تمريناتي بخلص التمرين خلاص بفصل، يعني انا مش هفضل طول حياتي يعني مش عايشه طول اليوم في الكاراتيه. يعني انا تمرين اركز في التمرين كل حاجه واعمل اللي عليا، وباقي اليوم بتاعي بقى اشوف حاجتي اعمل اللي انا عايزاه، في دراسه في كده. لكن الرياضه مش معنى ان هي كاراتيه بقى هتاثر عليا في العنف. ممكن تكون بتدي ثقه اكتر ان انت هي ممكن تدي ثقه كبيره قوي، يعني ان الواحد ماشي اما بحقق انجازات ومش عارف ايه بيبقى مبسوط قوي بيها،
فبتدي ثقه بالنفس مع التعامل بالناس. مين من اهلك كان حابب قوي انك تروحي الرياضه دي تحديدا، ومين كان معارض؟ لا انا ما عنديش حد كان معارض الصراحه، يعني انا ماما وبابا من وانا صغيره سبورت جدا ليا، وبرده تيتا وجدو يعني تيتا وجدو وانا صغيره كانوا يروحوا معايا التمرين يقعدوا معايا، فكانوا سبورت جدا ليا. فلغايه دلوقتي والله يعني مثلا ساعات الواحد يجي عليه ان هو تعب نفسيا او كده، بس لا هم اللي بيخلوني اكمل عشان اوصل لهدفي. 19 سنه تعمل لا الضغط، الضغوطات في البطولات والحاجات دي بتعمل توتر ساعات. بالمناسبه هل الرياضه والتفوق الرياضي اثر عليكي بالسلب دراسيا مثلا او على حياتك الاجتماعيه بشكل عام؟ هو ممكن حياتي الاجتماعيه اكتر، يعني في الدراسه يعني بظبطها، عندي امتحانات اخلص تمرين اروح اذاكر. انت في مرحله دراسيه حاليا؟ انا في ثانيه كليه بزنس انفورماتكس بي اي اس. اوكي. ففي الدراسه بتتظبط، لكن مثلا في الحياه الاجتماعيه ممكن الواحد بيضحي، مثلا عندي مثلا عزومه لا معلش عندي تمرين، خروجه معلش عندي تمرين، بقدر اضحي بالجزء ده اكتر، لكن في الدراسه غصب عني لازم. كويس انك عارفه تعملي الموازنه دي بالذات مع تفصيله الدراسه. ما هو لو الواحد ما عرفش يوازن الحاجتين ما ينفعش ياثر في حاجه منهم. اكيد اكيد. بس كده. والفتره الجايه بقى ان شاء الله عندك ايه بعد طبعا اكيد كان في مرحله توقف نتيجه كورونا زي كل الالعاب على مستوى احنا عندنا بطولة افريقيا هتتعمل في مصر في شهر 2 ان شاء الله. يعني دي اول بطولة؟ دي اول بطولة. ما كورونا ما جت كل حاجة وقفت، تمارين كان كل حاجة بقى ماشية اونلاين، نتمرن في البيت عشان ما نقفش. بعد بطولة افريقيا في الاولمبياد ان شاء الله، بس دول كابتن سارة واحمد اشرف الكبار هم اللي هيلعبوها ربنا معاهم. وبعدها بقى المفروض بنسافر بطولات دولية سيريس ايه وبريمير ليجز عشان نعلي الرانك بتاعنا عشان نشارك في بطولات العالم ان شاء الله. عايزة اقولك ان برضو انا فاتحة اللايف ستريم، وحلو ان احنا يبقى فيه تواصل طبعا. وناس كتير بتقولك برافو عليكي ما شاء الله، فناس كاتبة حاجات جميلة، مثال حلو ان احنا نشوف شابة صغيرة وفي نفس الوقت يعني محققة حاجات كويسة جدا على الصعيد الرياضة، وبرضو ان شاء الله برضو في توازني ما بين الرياضة وما انت فاضلك سنتين وتتخرجي صح كده؟ عايزة تشتغلي ولا حابة تركزي اكتر في الرياضة او الاحتراف بعد كده؟ لا الاثنين برضو. الواحد لازم برضو يحقق كارير في الحياة الاجتماعية والحياة الرياضية وكل حتة. انت يعني نفسك تشتغلي ايه؟ والله يعني مش عارفة لسه، بس هو أنا في بيزنس أصلا فطبيعي أشتغل، عايزة أشتغل في شركة حلوة يعني. يعني ما عنديش حاجة معينة لسه، بس لازم يبقى ليا وضعي برضو. كان ليكي وضعك قوي قدام بطلة ناميبيا في وقت من الأوقات. بطلة مين؟ ناميبيا. كانت في رواندا، كنت بلعب بطولة أفريقيا فردي كسبتها 5-0. وخدت ميدالية ذهبية في بعد اللقاء. خدت أول، كسبتها 5-0 الحمد لله. أمال ليه حاسسين إن أنت مش فاكرة اللقاء؟ من كتر البطولات بقى ومن كتر بقى اللهم صل على النبي. لا والله. وفي 2017 برضو كنا بنلعب الفاينل على الأرض، يعني إحنا كنا بنلعب أسبانيا والبطولة كانت في أسبانيا، فكان ماتش صعب جدا بس كسبناهم برضو 3-2، فدي من أحلى البطولات اللي أنا لعبتها. طيب من ناحيه بقى نتكلم عن يعني احنا نحب كده نروح لكل الزوايا، فمن ناحيه الارتباط حابه ترتبطي اكتر بحد برضو رياضي؟ بصي اول ما سالتي على الارتباط جت عامله كده، عارفه دي على طول والله العظيم انت في نص السؤال جت عامله كده. والله مش بفكر في حاجه زي كده دلوقتي. ما هو اكيد 19 مش هتفكري، بس انا بسالك يعني عشان بصي لو واحد رياضي الى حد ما ممكن يكون متفاهم اكتر ممكن. طبيعه يعني حياتك لايف ستايل ممكن. ممكن هي الرياضه فعلا كلايف ستايل يعني حاجه ما تبقى عاده طبيعيه يعني ما تتقطعش يعني حتى لو بطلت. انا ليه بسالك انا وكريم السؤال ده؟ لان احنا حابين يبقى فيه يعني استمراريه. أيوة. مش قصه بس ان احنا يعني عايزين نتطرق لحته شخصيه والله ابدا، بس احنا حابين ان دايما حتى بنسال السؤال ده لو راجل معانا يعني احنا بس مش عايزين حاجه تاثر يعني لا الشغل ولا مثلا دراسة أخرى ولا ارتباط، إن إحنا لما يبقى عندنا نموذج ناجح حابين إن هو بجد يكمل ويجيب لنا بطولات أكتر، فمهما حصل وعدينا بس يعني من النقطة دي. أيوة ممكن ما يبقى حد رياضي هيقدر الظروف أكتر لو أنا لسه مكملة. بس ان شاء الله يبقى في مستقبل. احنا شايفين لك صور لطيفه جدا برضو. عايزين نسمع تعليقك كده على كل صوره. طارق المنتال كوتش بتاعنا وجه له تحيه كبيره قوي، بيفرق معانا جدا في البطولات، بيرفعنا معنويا. كابتن هاني مدرب منتخب برضو ربنا يخليه. ودي كانت في دور بطولة افريقيا اللي فاتت كنا جبنا فيها تاني، كنا في المغرب. اوكي.
كابتن مصطفى العتال مدربنا حاليا في المنتخب، وشاهد واسماء دول معايا في التيم، ودي برضه التيم كله بقى، كنا في بطوله افريقيا برضه نفس تميمه البطوله. جبنا بقى الميداليات والدبابي، وده كابتن محمود مصطفى المدرب بتاعي بقى له حوالي 10 سنين، واحب اشكره جدا على تعبه معايا. شكله شخص لطيف جدا على فكره، يعني ما تشرفناش بمقابلته ان شاء الله. نسعى بالروحي يعني، هو باين عليه سيماهم على وجوههم زي ما دي سلمى بطله العالم في سبيشال نيدز، يعني بحييهم كلهم بجد، ابطال ما شاء الله، ابطال فعلا. نماذج نماذج محترمه جدا في المجتمع، وده انا كنت في مؤتمر صحفي. ف انت اتكرمتي من كام جهه يعني؟ خلينا برضو نعرف. انا اتكرمت، انا شفت صوره ليكي مع دكتور اشرف صبحي. طبعا اتكرمت منه مرتين السنه دي الحمد لله، وفي اول السنه برضو خدت وسام الجمهوريه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فدي كانت اكبر حاجه شخصيا بالنسبه لي. طب اتكلم معاكوا في ايه مثلا؟ هو قعد يشجعنا، هو ما كنتش انا لوحدي، كان معايا كذا رياضه والابطال كلهم كانوا موجودين، بس ان هو يعني معنويا رفعنا سبورت كبير قوي. فكانت حاجة أكبر وسام ده بالنسبة لي. كنت صرحتي في وقت من الأوقات إن أنت حزينة جدا لضياع الذهبية بطولة الألعاب أو دورة الألعاب. كنت متضايقة جدا. إيه اللي حصل؟ كانت ملبسات الضياع كانت عاملة إزاي؟ الماتش كان قريب جدا يعني، بس ساعات بتبقى فيه حاجات سياسية كده فالدنيا بتبوظ مننا. بس تتكلم في السياسة، تتكلم في السياسة. لا يعني في بطولات مثلا لو هي صاحبة الأرض وكده بيبقى لها الاعتبارات هي اللي هتاخدها. مع إن الماتش بيبقى قريب يعني، الدنيا بتبقاش يعني، كان الماتش لينا أكتر. أنتِ بالمناسبة حاسة إن أنتِ مميزة تحديداً في إيه في الرياضة دي؟ يعني هل هي مثلا القوة، هل ستايل، هل يعني هو احنا انت طبعا عارفه المفردات اكتر. هي الكتا عندنا لازم كله مع بعضه يعني، اللاعب المميز يبقى مميز في ده وده وده يعني. الحمد لله اي مدرب بيشوفني يقول لي انت لعيبه مميزه. مثلا عندي سرعاتي كويسه جدا ورد فعلي سريع، فهي اللعبه عندنا لازم الباور والسرعه والاستنصات والتكنيك نفسه يبقى كله صح. فهو انت لو لاعب مميز خلاص انت مميز في كله. فالشطاره بقى ان الواحد يطور في الحته دي، مش انا مميز وهقعد خلاص انا مميز. انت بتحبي تطوري من نفسك ومن قدراتك بتعملي ايه؟ من نفسي يعني لازم اتمرن واركز اكتر يعني، ممكن التركيز اكتر بالتمرين يعني. مثلا بتتابعي لاعبات العالم المميزات والمحترفات؟ بتشوفي بطولات عالميه؟ بتتابعي الفيديوهات دي على اليوتيوب؟ طبعا لما بنسافر مثلا بشوفهم قدام عيني يعني، ما بقاش شايله عيني من عليهم، حتى لو هم مثلا مش بيلعبوا على الماتش دلوقتي بيسخنوا تحت. بنزل اتفرج بيعملوا ايه، اسلوبهم عامل ازاي، تعاملهم مع بعض، مش اللعب بس يعني، اسلوبهم عامه. فيديوز بقى كل حاجه ده 24 ساعه الصراحه. برافو بجد ان انت بتطوري نفسك. الواحد لما بيتفرج بيقلد، فلما هقلد حد عالمي فدي حاجه حلوه. هنختم معاكي بقى بالسؤال عن المقدمه اللي انا قلتها، اللي هو انت كمان تحبي تكتبي شعر يعني فنانه كمان. طب ايه الجزء ده بقى؟ هو ممكن يكون وراثه سنه من ماما، انا ماما بتعرف تكتب شعر برضو، بس يعني بيطلع كده فجاه. طب مفيش حاجه فجاه كده واحنا قاعدين قبل ما نختم حلقتنا؟ والله لا دلوقتي مش جايه حاجه في بالي، بس مثلا لما ببقى قاعده مركزه في حاجه معينه وحاجه مأثرة فيا جامد قوي، الاقي دايما ان انا جنبي ورقه وقلم لازم اكتب اللي جاي في بالي، فبالاخر بيطلع يعني شعر حلو جدا. طب برافو عليكي. بلغه عربيه بقى فصحى ولا عامي يعني؟ لا عمي، ممكن يكون فاني اكتر. طيب انت نورتينا يا تقى، وسعداء جدا بوجودك وسعداء بانجازاتك في السن المبكره دي، وان شاء الله ليكي مستقبل يعني ناجح جدا باذن الله يا رب ان شاء الله. عايز بس اشكر بس اهلي عشان هم بيتعبوا معايا جدا، واشكر كابتن عمرو سعد مدرب الفتنس بتاعي، وكابتن محمود مصطفى، هم الاثنين يعني جميلهم فوق راسي، واداره النادي الاهلي والاتحاد المصري للكاراتيه. تحياتنا ليهم جميعا ونورتينا. نورتينا يا تقى. وحابه برضو اقرا شويه حاجات من اللي مبعوته على دلوقتي اللايف ستريم. يعني حد بيقول استاذ محمد عادل لقاء زي العسل مع بنت بشخصيه وروح الاهلي. وفي ناس بتقول صباح الورد الاحمر البلدي، صباح الخير، برنامج جميل، ربنا يوفقكم. كلام بجد والله العظيم، انا بحب اقعد اقرا الحاجات لان هي كلام كلها فيه تشجيع وكلام كله جميل يعني، من جمهور حقيقي اجمل. نشكركم على حلقه النهارده واول الاسبوع زي ما قلنا. نشوفكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.